السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات في حصة جديدة سأشارككم فيها موضوعا خاص بمادة الكيمياء أو المحاليل الإلكترولية وكل ما يحول أو يحوم حول هذا الموضوع. إذا مستوى أولى بكالوريا. إذا الموضوع هو الآن أمامكم، عندنا واحد المعطيات غالبا ما يوصف الفيتامين سي أو حمض الأكسوربيك C6H8O6 للأشخاص في حال الإصابة بالزكام أو خلال فترة النقاهة. وتباع هذه المادة في الصيدليات في علب تحتوي على أكياس، يحتوي كل كيس بالإضافة لمكونات أخرى على كتلة MA 1 غرام من الفيتامين سي و M2605 من السكروز دي الصيغة التالية. إذا أولا أحسب كمية المادة NA و N2 على التوالي لكل من الفيتامين سي والسكروز الموجودة في الكيس. نفرغ محتوى الكيس في الماء الخالص فنحصل على سائل متجانس حجمه في 25 ملل. احسب التركيزين الموليين الفعليين C1 وC2 على التوالي لكل من فيتامين سي والسكروز في هذا السائل. سؤال ثالث، نضيف حجما VE ديال الماء الخالص الى ان يصبح تركيز الانواع الكيميائيه المذابه نصف ما كانت عليه، ما اسم هذه العمليه؟ واحسب الحجم في للماء المضاف. اذا للاجابه عن هذه الاسئله سننطلق من السؤال الاول هو المتعلق بحساب كميه الماده. اذا هنا عندكم واحد مجموعه من العلاقات خصكم تكونوا ضابطينها بطبيعه الحال، لان هي اللي غتخولكم باش تجاوبوا على هذه النوعيه من الاسئله. فيما يخص كمية المادة، كما تعلمون كمية المادة بالنسبة للفيتامين سي هي الكتلة على الكتلة المولية. إذا يكفي هناك تطبيق عددي فقط، عندنا 1 غرام مقسوم على 176 دونك عطينا 0.05 مول. بالنسبة كمية المادة ديال العنصر الثاني دائما نفس العلاقة تطبق خاصة به، دونك عندنا هي 0.05 على 342. بطبيعة الحال ما بقاش هنا أي إشكال، فقط قلت خاص تكون حافظ أو عارف العلاقة ديال المتعلقة بكمية المادة. هذا فيما يخص السؤال الأول. السؤال الثاني قال لك احسب التركيزين الموليين. إذا نفس الطريقة، عندنا التركيز على العلاقة هي كمية المادة مقسومة على الحجم. إذا الحجم هنا يعني خص تكون عارف اللي هو 125 ملل. إذا كمية المادة بالنسبة عندنا 0.05، الحجم هو 125 ملل، يعني خص تحولو لليتر، دونك غتولي 0.125، دونك غتبقى 0.04 مول باغ لتر. بينما التركيز الثاني هو N2/V، بمعنى هي 0.017 que je divise par 0.125 donc c'est 0.136. اذا هذا تمرين تطبقه فقط فيه العلاقات. اذا السؤال الثالث اللي هو ربما هو الاهم من ذلك، نضيف حجما في او من الماء الخاص الى ان يصبح التركيز للانواع الكيميائيه المذابه نصف ما كانت عليه، بمعنى ان التركيز كان CA فاصبح الان C'A اللي هو نصف، يعني هو CA/2. والتركيز الثاني المتعلق ب السكروز توا يكون هو C2/2. دونك فوالا، يعني الان بان C2/2 هي 0 نقسموا على جوج غتعطينا 0.066 مول باغ لتر، بينما هذا C1/2 دونك هي 0.02 مول باغ لتر. اذا السؤال، ما اسم هذه العمليه؟ بطبيعه الحال تتسمى عملية التخفيف. إذا عندنا واحد سوليسيون S دي تركيزين CA، عندها تركيز CA و C2 في المحلول، فأضفنا إليها الماء واحد كمية من الماء، فسنحصل بطبيعة الحال على واحد سوليسيون S' دي تركيزين C'A اللي هي CA/2 و C'2 C2/2 داخل الخليط. إذا هذه العملية قلنا تسمى عملية التخفيف، أي سكون نابل لا ديليسيون دين سوليسيون. وهذا لا ديليسيون دين سوليسيون تحتاج إلى واحد مجموعة من الوسائل التي نستعملها في هذه العملية، بحيث أننا نحتاج إلى ماسة
نحتاج الى فيول جوجي، يعني واحد الحوجله بمعنى. اذا ناخذ واحد حجم معين من هذا المحلول ونضيف اليه الماء المقطر الى ان نصل الى المعيار المحدد في الحوجله، فنحصل بطبيعه الحال بذلك عن هذه هذا المحلول الثاني. اذا هناك بطبيعه الحال كميه الماده، اذا هنا نفترض ان كميه الماده اللي كانت عندنا في الاصل ديال السكروز ولا ديال الجلوكوز بطبيعه الحال لحمض الاسكوربيك بطبيعه الحال عندنا ان ا هو ان 2 قبل، اذا هنا اشكال عندنا ان ا، عندك عندنا كميه الماده ديال ان ا زائد ان 2 هنا قبل التخفيف، ولكن بعد التخفيف سيصبح عندنا هذاك كميه الماده غتبقى هي بطبيعه الحال، حتى بعد التخفيف غادي تبقى هي. ما الشيء الذي يتغير هو التركيز، لان التركيز هنا كان عندنا سي ا زائد سي دو، بينما هنا سيصبح سي بريم ا زائد سي بريم دو. اذا كانت كميه الماده لا تتغير، معنى ان هذا كميه الماده ماذا تساوي؟ كميه الماده هي التركيز في الحجم، يعني ان سي ا سي دو في الحجم اللي كان عندنا هنا سيصبح بعد الاضافه كميه الماده لا تتغير، غادي عندنا سي ان سي بريم دو، ولكن الحجم هو الذي يتغير، ان اصبح في زائد حجم ديال الماء. اذا من خلال هذا العلاقه نجد في ان في زائد في او اللي هي سي ان زائد سي دو في في مقسوم على سي بريم ان زائد سي بريم دو، بمعنى هي سي ان زائد سي دو في في، و سي بريم ان قلنا هي سي ان سيغ دو، دونك هي سي ان زائد سي دو مقسومة على جوج، دونك غتعطينا هي في الأخير هي سي ان زائد سي دو فوا في كو جو ميتيلي باغ دو سيغ سي ان زائد سي دو، دونك غنختازلو غتلقى عندنا هي دو في. إذا إلا كان في بلوس في او هي دو في، يعني أن في او هي دو في موان في، دونك هي في. دونك فوالا الحجم ديال الماء الذي سنضيفه، يعني ان في او هو 125 مليلتر. اذا اتمنى ان يكون هذا الجواب صحيحا. اذا هذا هو حجم الماء الذي يجب اضافته لنحصل على المحلول اس بريم دي التراكيز سي بريم ا وسي بريم دو في الخليط. اذا هذا هو كل ما في الامر، اتمنى ان يكون جوابي بطبيعه الحال صحيحا. الآن يمكننا أن نمر إلى تمرين ثاني اللي هو كذلك يتعلق بالمحاليل الإلكترولوتية اللي هو الآن أمامكم. إذا هنا قال لك بأن الكتلة المولية لثنائي الهيدروجين اللي هو عبارة عن غاز هي هذه، أعطونا ثابتة الغاز كاملة يعني باعتبار الهيدروجين غاز كامل، تحتوي قنينة حجمها في ان على 1.5 لتر من غاز ثنائي الهيدروجين. في الشروط النظامية يعني الحرارة والضغط، عندنا بي ان ايكال و ان اتموسفير، وعندنا الحرارة يعني 0 دوغري سيلسيوس. اذا احسب كمية مادة ثنائي الهيدروجين المتواجدة في القنينة، نعطي ان اتموسفير ايكال كذا التحويل، احسب كتلة ثنائي الهيدروجين في القنينة، قلنا نعتبر قنينة اخرى سعتها في ان ايكال كذا 1.5 مملوءة بغاز الهيدروجين تحت الضغط بي ان، ولكن عند درجة حرارة ضيطة اكبر منها، علما ان الحجم المولي في الظروف هذه الظروف هو في مولار تساوي، احسب كمية مادة غاز ثنائي الهيدروجين في هذه القنينة. السؤال الرابع، قارن كمية مادة الهيدروجين في 1.5 عند درجة الحرارة مع كمية، اقترح تفسيرا لذلك. الآن نربط القنينة الأولى بقنينة ثالثة سعتها فيتر مفرغة من الهواء بوسط أنبوب مهمل الحجم، فينتشر الغاز في الحجم القارورتين عند درجة حرارة دطاء. عبر عن الضغط الجديد بدلالة بي ان وفي ان وفيتر، ثم احسب قيمة
بي 3 علما ان الفي 3 ايجال 3 في. اذا فهذا النوع من الاسئله فهو يكون اسئله طبيعه الحال تحتاج الى تركيز لانها ليست بالامر الهين، ولكن ترتكز بالاساس على تطبيق العلاقات التي سادرجها الان اللي هي علاقة الغازات الكاملة. إذا بالنسبة للسؤال الأول قلنا احسب كمية المادة الثنائي الهيدروجين. إذا نعلم أن بما أن الهيدروجين فهو غاز غاز بافي يمكن تطبيق العلاقة بي في إيكال إن إر تي. إذا بالنسبة لنا حنا عندنا الضغط هو بي أ، الحجم هو في أ، دونك كمية المادة غنعتبرو هي إن أ إر، والتي شنو هي على حسب المعطيات ديال النص هي ديتا اف. فوالا، اذا هنا نستخرج ان ا يعني هي بي ان في ان سور ار ديتا اف، يعني هنا لا بريسيون هي 1.01325 10^5 × 1.5 هنا خص نحولو للمتر، دونك متر كيبيك، لان هذا هو الاشياء المهمه على ار، دونك عندنا 8.314 كوجيمتري بار 0 دوغري، يعني خص تحولها الكيلفن، يعني اون اجوتون 273 او بيان 273.15، يعني غنلقى ان ا دونك لقيتها هي 0.67 مول. فوالا، اذا فيما يخص هذا ان ا السؤال هذا الاول. السؤال الثاني نريد ان نقوم بقياس الكتله. الكتله بطبيعه الحال هي كميه الماده مضروبه في الكتلة المولية، يعني 0.67 × 2، دونك سي 1.34 غرام. السؤال الثالث، هنا السؤال الثالث نعتبره قنينة أخرى ذات الحجم في أ، ذات الحجم في أ اللي هو في 2 مملوءة بغاز تحت الضغط بي أ، لكن عند درجة حرارة ديتا دو. إذن علما أن الحجم المولي هو ذا، احسب كمية مادة غاز ثنائي الهيدروجين في هذه القنينة. إذن نطبق هنا بما أن الهيدروجين عبارة عن غاز، إذن كمية المادة ديال الهيدروجين نورمالمون ما غاديش نخدمو هنا بالتركيز المولي، يعني هو الفوليوم دو غاز اللي عندنا سيغ لو فوليوم مولار. دونك لو فوليوم اللي عندنا هو 1.5 لتر كو جو ديفيز باغ لو فوليوم مولار سي تي 25، دونك هي 0.06 مول. فوالا، اذا فيما يخص السؤال الرابع ولا قال لك قارن كميه الماده ديال الهيدروجين الموجوده في 1.5 عند درجه حراره ديتا ان مع الكميه عند ديتا 2. إذا بالنسبة لهذا السؤال هذا، إذا خدمنا بالعلاقة ديال الغازات البافي، يعني إن دو هي إر، أو بصفة عامة غنخدموها هي هي بي أن، لأن البريسيون ما غيرناهاش، في أن سيغ غيرنا الحرارة، درجة الحرارة هي ديتا دو. إذا لأن في أن بقى هو في دو، إذا تلاحظ بأنه عندما ترتفع الحرارة فإن كمية المادة ستقل، وهذا ما يفسر، إذا هذا ما يفسر انخفاض كمية مادة الهيدروجين في القنينة الثانية. الآن السؤال الخامس، أو عفوا السؤال الخامس واحد، عبر عن الضغط بي 3 للغاز بدالة بي أ و في 2. إذا عندنا القنينة الأولى، غير باش نوضحوا الأمور، عندنا واحد القنينة الأولى ربطناها بقنينة أخرى ثالثة، ياك؟ إذا هذه حجمها في 3 في أ، و هذه الحجم ديالها في 3. إذا فتحنا الأنبوب فالغاز تسرب عبر هذا الأنبوب، باعتبار أن هذا الحجم ديال الأنبوب مهمل، فإن الحجم الكلي أصبح هو في أ زائد في 3. إذا عند درجة الحرارة أو عند الضغط بي أ لطبقنا علاقات الغازات الكاملة. إذا بي أ كان الغاز الهيدروجين كان يشمل حجم في أ، يعني أن بي أ في أ إيكال إن أ ار ديتا ا، ولكن عند
ربط القنينة الأولى بالقنينة الثالثة، أصبح واحد لا بريسيون اللي هي بي 3، ولكن الحجم أصبح هو في أ زائد في 3. دوك غتبقى عندنا كمية المادة لم تتغير، ولكن كذلك بالنسبة حتى لدرجة الحرارة لم تتغير. إذا من خلال هذه العلاقة واحد وجوج، إذا درنا واحد مقسوم على جوج غتعطينا العلاقة بي 3 بي 3 في 3 يعني بي 3 هذه. دونك نقسم هذه على هذه او نقسم هذه على هذه اللي بغيتو. دونك ناخذ من الاحسن ناخذ 2 على ا، نديرو 2 على ا باش تجينا ساهله. بي 3 في 1 سور في 3 سور بي 1 في 1 ايغال ا، وبالتالي هذا يعني ان بي 3 في 1 بلس في 3 ايغال بي 1 في 1، مما يعني ان الى بغينا بي 3 دونك هي بي 1 في 1 سور في 1 بلس في 3. دونك علما ان في 3 ايغال 3 في 1، دونك العلاقه هي هذه سالينا منها. خصنا بدايه في 1 في 3، اذا احسب قيمه بي 3. دونك هنا غتولي عندنا بي 3 ايغال بي 1 في 1 سور في 1 بلس في 3 اللي هي 3 في 1. دونك غتولي عندنا هي بي 1، هنا غتولي 1 سور 4 في 1، غنحتاجلو غتولي هي بي 1 سور 4. 1 سور 4 هي 0.25 فوا لا بريسيون بي 1. دونك يسيفي دو فوت فير فوت كالكول، هي 0.25 فوا لا بريسيون اللي هي 1 اتموسفير. دونك خليناها بالاتموسفير لان بي 1 هي ديك الاتموسفير، دونك يعني ان بي 3 ايغال 0.25 اتموسفير. دونك الا بغيت تحولها لباسكال يسوفي دو ملتيبلي باغ سو كو فوزافي دون لو سوجي. دونك فوالا هذا هو التمرين الان ديال هذا، تنظن بانه تمرين مهم جدا، يمكنكم اعادته، ولا كان شي اخطاء فيما يخص التطبيق العددي اعتذر عن ذلك. اذا اشكركم على انتباهكم واتمنى لكم حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.